ازيكم يا احلى الطبعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده يا حلوين هنعمل مع بعض طوق صغير كده شكله جميل وشيك جدا. انا كنت طبعا عملت قبل كده الاطواق دي زي ما انتم شايفين كده. انا النهارده هنعمل طبعا اطواق بنفس الطوق، بنفس الطوق ده كده، بس هعمله طبعا هو ده الطوق، هعمله بقى بخرز يكون نمره صغيره زي ما انتم شايفين كده. انا كنت عامله بنمره بالخرز اللولي نمره 8، النهارده هنعمله بنمره 5 زي ما انتم شايفين كده. ده لولي حبيته صغيره جدا زي ما انتم شايفين كده. انا بقى هبدا ايه الف اعمل معاكم الطوق كده زي ما انتم شايفين. هدخل طبعا اللولي كده. الطريقه طبعا سهله جدا جدا، وزي ما عرفتكم المره اللي فاتت بنحط هنا حاجز للطوق من هنا البدايه والنهايه. اهو زي ما انتم شايفين انا هبتدي الف اعمله ادخل اللولي زي ما انتم شايفين كده. وزي ما احنا عارفين الطريقه بتاعته سهله جدا وبسيطه، مفيش اسهل من كده. اهو كده انا هبتدي ادخل الخرز زي ما انتم شايفين اهو، واحده ورا التانيه اهو. هيكون بالنظام ده كده زي ما انتم شايفين اهو. انا جايبه لكم المره دي نمره 5، حبايه سهله جدا جدا وطبعا ماشيه مع الطوق 100%. بس هو بقى ممكن يكون طبعا احنا عارفين اللولي لما بنجيبه بيكون في افرع وكده طبعا، بس ده كده بيغلبنا شويه لما نيجي ندخل اللولي، فلازم تعمليه بمسمار قبل ما تشتغلي علشان ما يدوخكيش اهوت. انا كده هبتدي بقى ادخلهم كلك كده لحد النهايه اهوت. اهو زي ما انتم شايفين هيكون معايا بالنظام ده كده. انا كنت قبل كده عملت برضو واحد بالنظام ده كده، بس الخرز اللي انا عملته فيه كان نمره 8 بالنظام ده كده اهو. ده نظام زي ما انتم شايفين كده. انا اهو بدات اخلص الطو زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى انا حابه نحط كده كام حبايه بالمقاس الكبير. تمام. ممكن احط طبعا حبايه من اللولي الابيض. هنحط مثلا حباية زي كده. طبعا زي ما قلت لكم هنحط بقى حباية لولي من الابيض زي ما انتم شايفين كده، كام واحدة كده نظام طبعا نظام مختلف شوية بالنظام ده كده. انا هحط كده كام واحده لحد ايه اهوت، علشان بس انا حابه يكون ده مقاس وده بمقاس زي ما انتم شايفين كده اهوت. انا برضو عامله واحد تاني اهوت بمقاس تاني بس لسه ما خلص. هبتدي بقى اكمل اللولي بالنظام ده كده اهوت، باين مختلف جدا عن التاني. ده نمرة وده نمرة زي ما انتم شايفين كده اهوت. انا خلصت الطوق بس فاضل معايا اخر حباية. هنركب طبعا اخر حباية وهنركب الحاجز زي ما انتم شايفينه ده كده، هنركبه ويكون كده معايا خلص الطوق زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين انا هركب اخر
خرزايه اللي هي ديت اللي بنعمل بيها طبعا الحاجز بتاع الطوق زي ما انت شايفين كده. انا لزقتها بشمع علشان تثبت معايا وتكون منظرها جميل جدا بالنظام ده كده اهو. انا كده خلصت الطوق اهو، سهل جدا جدا وبسيط. طبعا انا عاملاه بنمره 5، والاربع حبايات اللي هما الخرز دولت معمولين بخرز نمره 8. فزي ما انت شايفين كده طريقه سهله جدا جدا وبسيطه. وممكن بتدخلي الوان، اي الوان انت عايزاها ممكن تضيفيها مع في الطوق. طبعا انا كده خلصت التوك كده، خلص معايا اهو. ده نمرة 5، وده طبعا نمرة 8، وده طبعا خرز مشكل في كذا نمرة. طبعا عايز تحطي ممكن تحطي عادي زي ما انتم شايفين كده. لو اتمنى الفيديو بقى يكون عجبكم.